يقول مسيح الخير يا سيدي، اليوم صورك حلقة نوفا كرافت الجزء الثامن، وهذا وياي نوب نينجا، شو رايك؟ ها؟ اجي ويانا هذا النوب هذاك وشوفوا وين رايح، ايوه ارجع والله ما قلتش عندي اللعبة المهم شباب طبعا شنو هاي الحلقة مثل ما شفتوا صورتها، نروح نقاتل بها الاندر دراجون فول دامج احي يا المهم راح نروح نقاتل بها الاندر دراجون، وشنو؟ نروح نقاتل الاندر دراجون شوفوا المهم شباب شنو يلا خلينا نبدا ندور على البورتال، طبعا احنا جاهزين تقريبا هذا نبدا اعطيني سيف ما عندنا سيف، روح دور سيف لنفسك، سوي نفسك السيف. المهم يا شباب استاذ محمود نوب جهز دروع لنفسه، شوف شلون حتى لما اضربه شوف ايش، ماكو اي مشاكل بالنسبه له. وشنو المهم هسه احنا راح نروح نقاتل الاندر دراجون، احنا جاهزين طبعا تلاحظون دروعي هذه وهذا هو فيصل، وفيصل شنو هذا تلاحظونه ليش شيء اول ما جاي للسيرفر عنده هيك اشياء، احنا ساعدناه بشكل مو طبيعي. ليش تسد الباب؟ راح تبوق لوت، ليش تبوق لوت؟ اسوي دروع، بدي دروع انا مو دروع، سيف يلا احنا طبعا شنو شباب يلا لا زيك حبيبي، والله انت حبيبي، ده انت حبيبي بس انا اجيب لك شنو السيف اللي رمعت يا شوفني السيف، شوفني السيف ما سويت جمعة اكيد لا دمج 17 احا بتدبل ترى خليني ادبل ادك احا شباب طبعا هسه شنو راح اسوي، طبعا احنا اللوت عندنا جاهز، طبعا اللوت احنا جهزناه ما حد شاف الشات. المهم شنو احنا جهزنا لهذا، جهزنا الادوات بس بقالي انه نروح للبوابه، احنا راح نروح للبوابه وشايفين هذا فيصل النوب، اوكي فيصل النوب هذاك راح نسحبه يعني. لا لا لاحظ دور عن النوب، ترى انت نوب يا نوب بس بعدين بتشوفني نشوف اوكي. طبعا اذا تلاحظوا شباب اذا نجي على اداه الاي ام سي عندي مليار و800 مليون اي ام سي، اوكي هذا الجراف شلون جبته، قتلت اندرمان المهم بس خليش نذني اندرمان تعطي كتير كمان ها احا السيف ما بشحال مو تغيرت الاشكال اسمه، روح شوف لك اصدر مات اللي الشيح نبي، بينما اني اروح ادور على البوابة شباب طبعا هناك طلعت البوابة، وشنو هسه حروح راح اقطع المقطع الى نجد البوابة شباب، شوف هذا المكان باعوا ولا كيف، وكيف هذا كيف يمكن ولا شكله اسطوري باعي دخلت كيف هاي لافا واشياء بس شكله اسطوري من برا، اقول شوف البويه اصلا غريب بس المهم شوف شلون الشكل، طبعا بعدني قاعد ادور على بوابه، واذا تشوفون انه عندي اي اوف اندر قليل اقدر ادبلها بآلة التدبيل، يا انها آلة التدبيل الاسطورية، يلا نكمل شباب شوف البويه الوردي الشجرة اسطوري شكله، خليني اخذ ايش كم شجرة من عنده هوني اربط ذا ثينك تشيري ليفز توت وردي تشيري وود نكسر والله الشجرة ليش؟ ما رجعت اجرب سيفي حتى يلا شباب راح اكمل هاي دخل هاي قبل ما اكمل هاي دخل هاي مودل هذا الكهربائيات ولا شجر وردي يلا خلينا نكمل طيب شو وصلت لين قمت اشمر يوم توديني للجهة العكسية شوفوا اشمر وينها؟ الو اي باو شو كم توديني للجهة العكسية خلو هناك اوه يستمر وعلى المكان الاسطوري المهم يلا خل نشوف يلا ارميها اوكي هناك يلا شباب طبعا بس اقترب منها كلش بعدها هي اجي شباب لقيت يمكن هذا الجبل اي هذا الجبل احتمال كلش كبير ارميها بعد مره كسر انت كسر مالك دون قمت ارميها وتوديها وترجعني قمت ادوخ هسه انا دخلت اقترب والله اجي امشي بعد امشي اي هذا الجبل شباب اوكي خلينا ندبل الاي اوف اندر اللي عندي لا 12 هو كان يلا خلينا ننزل يلا بسم الله الو ها لازم تحول البشري عادي الو اسالك لا خلي مشكلتي لاني بيها الحمد لله انحلت اوكي شباب ما حد شاف فيك محمود انا مش بس مشكلتي كاكو ناموا يا شباب ناموا مكان تقدر تسوي مساحه عاليه هسه عشان تصمم عندك شيل تورتش بيه
اوكي لقيت لقيت شو هذه هذه اوكي يعني لقيت لقيت السترونج هولد بس بعد مو بالبوابه اي اوف سبوت شو هاي تي تي انا كتبتها عندي جلتش اوكي لازم ادور على المكتبه لا طيب ما لازم ننام يا شباب قبل ما نروح صندوق بعد الصندوق تلقى فيه اشياء شيء يعني زباله بس يلا جيب شويه اقول لك كل شيء زبال بيان يعني عندي اوريدي اي ام سي اوكي شباب طلعوا اخيرا ورا قرنين ونص لقينا الاستراتيجي السترونج هولد طبعا حطينا حجره الانتقال وشنو راح نقاتل التنين يلا نفتح البوابه فس هسه اجيب فسس اوكي وين البوابه يا حبيبي اذا ما موت اوكي طبعا شباب خليت نبعهم اذا ادري شنو الاند طبعا شباب انا دخلت للاند واخيرا طبعا محمود اجي اكيد اجى شويه كسر وهسه انا من الاند واخيرا ولا الا اجدد واحد من الاندرونات اجرب السيف عليه اها ومات من ضربه واحده يلا عادي اندرمان عادي واخيرا من دون ما شايل شيء بيده المهم راح نروح نقاتله واخيرا اندر دراجون طبعا راح اقاتله وحدي الشباب جاهم ضرب فاضطروا يروحون راح اروح اقاتله وحدي هسه وين اندر دراجون نجرب عليه البو جرب عليك البو ولك اح اح راح يشويني شويني شويني ولا الدمج ولا الدمج ودروع هاي الاسطوريه ايش الدمج اهرب 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 شو هالاور الغريب كور غريب هنا كسر جيب 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 منه عمود خاف احتاجه يتدبل لا 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 مو وقتك مو وقتك اشوف يتدبل لا خلي ابدا اكسر بالقزازات ابدا اكسر بالقزاز اول وحده ثاني وحده ثالث وحده محمود نطير بعضها لو انا شايف مندره عندي الو يا دراجون تعال لك يلا يلا كسر 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 ذني ابلع كسرناها كلها لو بقى بس ذني محوطات بقى بس هاي محوطه وحده شكرا محمود لان كسر كم وحده من عثن اوكي جيب البو ابلع نايس بس بقى عليه هسه قتال الاندر دراجون تعال لك وينك الاندر دراجون اوه اقدر اجي اقدر اجي جرب البو عليك تعال لك حرامات خرب تنتف وين رايح ولك غير ينزل غير ينزل اذا ينزل طبعا ما قاعد ينزل ايوه اجي نزل نزل ايوه نزل نزل بس اجي تعال ابلع 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 تعالك لا خرب النفس ده ما طيرته اهرب 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 مع الايم عندي معوق ابلع يلا ريدي ينزل طبعا كل ثاني هذا ايش بيفتح حاجه تعال لك انزل انزل اي يلا اسطوره اه كاف 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 لك كاف ارم البويزن هم البويزن مات روح روح تموت لا شوي يلا ابلع اه ولا مزين اقدر اطير وخر طبعا قتاله صعب طلع مو مثل ما تصورت صح عندي دروع قويه بس طلع طلع قوي يعني اقدر اطير بالهواء سريع اغرب قتال لعبته في حياتي ضد اندر دراجون تعود تعود ابلع 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 تعال كافي 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 تعال لك ابلع ابلع اوكي 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 وقتي وقتي اجا وقتي احاول اقتله البويزن 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 اوكي اضرب خرب انه كافي طيرني اوكي اوكي ما بقى شيء ما بقى شيء تعال ابلع اي 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 ما قلت لك موت ولك موت اخر ضربه ابلع فري ذا اند اقدر اتحول للدراجون اقدر اتحول لاندر دراجون اقدر اتحول لاندر دراجون ابلع اشوف اقدر اقتل واحد فاتح حلقه انا يجي اتشمن او الثاني وقت تحول ميتني اول كميه الاكس بي نايس قلت لك كافي 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 اكتيت عمكم اكتيت عمكم بعد شو تريدون بيضه التنين نهار المحفر حاسمه
وين ابيض التنين؟ اوكي 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 بس نسوي شيء. عندي تورتش؟ اي عندي تورتش. هذا حط ترى حط حط كل شيء شايل مثلا شاكو احط تورتش. هاي خلصنا يلا يس ذا نيكست جنريشن. واخيرا سعرها رم تدبيل بسرعة. سعرها رخيص. اوه يا استغل فر من توري. اوكي فر بسرعة من توري من الاشياء ذني. كنت ابشنها مثلا اذا احطها هي هي تحط ولا سوي المهم. ولا الجنطة اسطورية لقيتها ما ادري اذا هي قوية ولا لا بس المهم لقيتها. خل افتح احط في ذني الاشياء البقية. اوكي ما بقى لي شيء. يس قتلت التنين واخذت بيضته. طب اشوف الانت سيتي وينها موجوده. بوابه الانت سيتي. بوابه الانت سيتي وين بوابه الانت سيتي؟ هذي شيء؟ لا هذي. اوكي هذي بوابه الانت سيتي. اقدر اكسر ماتها بيدروك. تخيل اقدر اكسر بيدروك بالبكاكس. هذا اجرب. لا ما اقدر. المهم هذه الانسي طبعا بالحلقه الجايه ان شاء الله اروح ادخل الانسي. باش كيف صرت متاخر ايش قاعد يصير الو حتى اللي قلت اللعبه عندي. المهم الحلقه الجايه ان شاء الله ندخل لهذه الانسيتي وجلدنا التنين. راح انهي الحلقه بالنظر بالنظر في بيان ويا النظر راح انهي الحلقه. اقول من الحلقه فاتني انزل اندر دراجون. اولا بعد امي وردي يوسف خمسة. اوه سلام. اقدر ارمي واتركي. اوه اقدر ارمي. نايس طبعا ما اقدر انهي الحلقة عن اندر دراجون لان هي ما اقدر ايم صحيح. فخليني احول نفسي لخد اي اندر ما اندر ما سهلة. ايوه طبعا اتمنى اجبس بحلقة من قناة ياسين جيمر شنو نوفا كرافت الجزء الثامن. اتمنى عجبتكم. ها واذا عجبتكم لازم تعجبكم. ها ترى تعبت يا شباب طول القرن ونص عم اسوي حلقه. المهم اتمنى عجبتكم الحلقه من قناه ياسين جيمر سلسله نوفا كرافت الجزء الثامن. لا تنسوا تعطوني لايك واذا عجبتكم الحلقه تعطوني ديسلايك. تكتبوا لي ديسلايك بالوصف مره ثانيه بالتعليقات. وباي باي.